كنا نقول بنقعد الصبح بنلاقي يعني لا سمح الله انه ميت او شيء. كيف البسوع يلعب يطلع التراب. من حوالي شهرين تقريبا كان بالبيت يعني اكل ما بياكل، بعد ما مرض هالمرضى هاي ما يمشي خالص طاول ولا بيحكي ولا ابدا، صار يتورم جسمه وهيك وصار يقشر الجلد، وكان وضعه قبل يعني بالبيت مأساوي خالص. جبناه لهون على المشفى وطلعناه على الجناح وصاروا بيعالجوه، طلع معه سوء التغذيه وصار يعطوه حليب ومراهم يدهنوا له أدوية مشان جسمه هيك التورم والتقشر الجلدية. ظلت 3 أسابيع هون يعني، بعدها خرجناه على البيت أعطونا زبدة صرنا نطعميه زبدة والحمد لله وضعه تمام. هلق بعد ما تعالج وتحسن الحمد لله صار يعني حركته غير يعني الحمد لله، حتى شهيته على الأكل يعني رجعت أحسن من أول، الطفل ما عاد تم في شيء خالص يعني صار وضعه تمام التمام الحمد لله رب العالمين.